نفس الشيء ابو حميد وسناك اظن يلعبون وايد ضد بعض اظن حميد سناك ما اعرف مو متاكد هذا هذا لوزرز سيماي بدا على طول ما شاء الله شكله كذا بس كذا تقول لي كالكس جاء في نص البطوله ايه كلها والله خرافي لو كان من ورز عادي يفوز ما شاء الله كالكس يعني كالكس ما اعرف ليش وايد لعيب وممكن اقول انه اذا كان اتس بس ممكن يكون احسن واحد فينا لكن هو ما ادري شو اوب نايس نايس صراحه ديرتو شوريوكن حلوه 22% اي والله ما شاء الله تبارك الله انا اول مره اشوف هذا ابو حميد اسمه ايه ما شاء الله تبارك الله مره كويس هو اتوقع بادي من قريب وصار مهتم انه يصير اوكي في اللعبه ويعني لدرجه انه صار دخل في الماتش ميكينج ويلعب اونلاين وزي كذا هو مشكلته انه ما في مع احد يلعب سماش عاده يعني فحاليا من اهل دبي يعني هو والله لا علم لي المهم ان اللي شايف انا الحين متعدي سناك في البرسنتج بعد اتوقع شروكي نفس الوحيد لا ترى ميجا مان اثقل مما تتخيل ثقيل حلو استخدم الدش جونت عشان يغلب التاتسوماكي نايس الباكير قويه هذا ترى بعد ثالث ضربه ايه اوكي تخيل يعني ايه عموما ميجا مان ات 79% لكن هي كان يقدر يسوي زونينج لين ما يوصله 70% هو بعد بس هو كذا الاستراتيجيه اللي تسويها ضد ريو اعتقد لازم تخليه برا اذا خليته برا هذه مشكلته الوحيده ترى هو ما يقدر لانه بطيء فاذا عندك جود زونينج اوبشنز ما يقدر يخليك ايه ما ادري اذا كان الجرابرز يفوزون عليه ولا لا الناس نوشتك اوكي رجع الجرابرز يفوزون عليه ولا لا جرابرز اللي مثلا زي ماي مثلا كيف يسوون ضد ريو يحاولون يدخلون عليه بس هو ما يقدر يطلعهم ما ادري شلون والله اوف بس نايس باكر ابو حميد صراحة convincing win اي بقول لك ان شاء الله انا ناظر قبل شيء لعبة مرة كويس حتى المباراة اللي قبلها يعني اذا كنت consistent انك تجيب الحجاب انت شريوكن بريو خلاص وضعك في السليم يقول لك شنانجس ابو حميد ريبريزنت جميرة فمن دبي منو شنانجس هذا؟ شنانجس صراحة شاوت اوت السنة هذه قلت معني ما اعرف منهم بس شاوت اوت بس كذا؟ اي كذا عادي اتوقع قاعد يحش فينا الحين اصبر الحين بيحش فينا يقول شو يبغى ذا من وين جانا اصلا انت مين اساسا؟ نايس باكير حلوة توقعت بيسوي لج دروب او شيء نير بس احسن احسن تجيب كاركتر ما هو تجيب كاركتر وش اللي شغل نقنوق يقرا كل احد بس خلاص نقنوق سولتي از نقنوق سولتي خلاص بس صراحة نقنوق ما يلعب الا شخصيات الكول تو بي اونست الا لما صار يلعب كلاود عمي مع ان كلاود انا اشوفه كول بصراحة احسن شخصية يلعب فيها نقنوق هي داك بيت اي دونت كير صدق؟ ما ادري احب داك بيت حقه يا اخي فوكس حقه وايد اوكي اي بس فوكس بالاخير انا ما يفضل فوكس كيف؟ فوكس يجيب لي الهم لانك انت تلعب لينك لا المشكلة وش فوكس؟ فوكس عنده لينير ابروش دائما يسوي فهمت؟ يعني هو بيجي ابتلت يجي يقرب عليك يعطيك شويه جابز ابتلت اب اير فهمت يعني ما عنده شيء جديد يعني فهمت؟ ابو حميد اللي فاز اي فاز 1-0 لا نايس باكيه حلوه ابو حميد كان عنده ادفانتج قوي في هالجيم ترى بس والله ريو صعب يسوي ريكفري صعب مره اوكي شكرا ارجع انا قلت لكم علقوا مو ما حد يبغى يعلق والله العظيم ايش عندك ايش عندك على السعوديه انت ايه نايس ابو شيك اظن سوى اس دي اي على جوا اي نايس الدي اي حق ماك سناك مره ممتاز ابتلت والله باين شوريوكن على شوريوكن المشكله يوم تلعب مع سناك وايد ايه بالضبط تعرف متى بيسوي نايس هاي شوريوكن صدقيه بالضبط شوريوكن الماتش هذا شوريوكن فيرس شوريوكن الماتش هذا كابكوم توني لاحظ نسيت ان ميجا مان كابكوم احس كذا خلاص از نينتندو ناو اي خلاص اخذناه ضربناه وكان بيذبح نفسه بالجمب حلو الرول طبعا سناك قاعد يلعب ماتش اب ما شاء الله ايه ترى في البدايه كان ابو حميد مسيطر يعني وصله انت لك 60% اي بس ظهر صحى من النوم وقاعد يلعب صح باكر بس تعرف ريو ما شاء الله يقدر يجيب الدامج يعني اربع ضربات واحد اه اثنين
كمان نير ما تنحسب كمان ضرب كمان ضربتين ويذبحها بالشريوكن. كان يحاول يسوي اس دي اي وراه لكن احس لو سوى اس دي اي فوق احسن. اوكي على الشريوكن جاي خلاص بيموت الظاهر وبعيد شوريوكن. اوه المرة الوحدة اللي سوي فوكس ما جابها، ترى ما سوي فوكس يمكن ابدا يعني. ما لا الباك اير وايد تغلب ريو صدق. اوه حلو الباك اير من جد ما عنده حل للموضوع ابدا. قاعد يكتب بالعربي هذا الشيء قاعد يقول شوريوكن صدقيه. طيب هي شوريوكن صدقيه هي تسرو شوريوكن. ايش مشكلتك؟ فين الماوس؟ ما شوريوكن صدقيه. شوريوكن صدقيه 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 صدقيه. اوكي تصور شوريوكن صدقيه. المشكله ترجمه الحرفيه يا قاعد اقول احب صار فليكسي ماي لايف يبي يلعب الحين ماي لايف والله مره اليوم ترى لسه لازم يلعب ونا فاينل ونا فاينل بس 5 على طول من غير فليكسي. اوكي الحين اشوف الاثنين واحد واحد اعتقد ان والله ما ادري صراحه ما اقدر اتوقع والله شوف. طب اوكي خلينا نسأل سؤال ثاني اللعيبه بينهم كم الريكورد حقهم ولا ما في ريكورد؟ ايش قصدك بين اللي يفوز بين والله تبي صراحه ما شفتهم يلعبون قبل مع بعض. أوكي. ما قاعد اقول ما لعبوا بس انا ما اتذكر انهم لعبوا مع بعض. لعبوا في ابو ظبي. طبعا احس ان سناك قاعد يعلمنا وهو قاعد يلعب. اوه توقعت انه بيعلق على البلاتفورم. والله كان بيصير شيء مره صوتي ترى ممكن يسوي تاتسوماكي واذا نزل على البلاتفورم يعلق كذا على الليج ويقعد الف سنه. ايه والبلاتفورم يقرر انه يذبح. لا شوريوكن. انا اقول لك يوم تلعب مع سناك جدا واضح تعرف متى بيسوي. شوف اذا يمشي بيسوي ابتل، اذا استنى عند الكورنر بيسوي ابتل، اذا مسك الشيلد بشكل غريب وطول بيسوي ابتل. اوكي انت قاعد تقول اشياء جوا الماسك تخرب على سناك الحين. ما حد حلو ما يسوي كمان الستيج الحين الحركه سمي اظن لوزر سمي صح؟ الحين هي لوزر سمي قاعد يسالون عن لوزر سمي اي ستيج. كم في مشاهد على فكره؟ ليش السب؟ ليه السب يا اخي؟ اوب زين اب اير تو اب اير نقز سوى اير دوج اي شيء ما مات. الاير دوج بعد تذبح صح؟ ظهري ما خلاه ينزل للنج. الحين صار شوي جريدي صراحه. صار جريدي ايدج جارد صراحه. صار جريدي صح. سناك كله قاعد يفوز في الايدج جارد بيرفكت ايدج جارد. اصلا سناك من اللعيبه اللي الايدج جارد حقه مره ممتاز. يعني هو مو بس شخصيته ميجا مان بشكل بس هو نفسه سناك نفسه الايدج جارد حقه مره اوبي. سناك لا سناك وماي لايف لسه بيلعبون. لا اللعبه اللي بعدها يا نقنوق. ايه اللي بعدها يا ايها النقنوق. زمان عنا نقنوق عساها اسمه عساها بيجي عساك تجي او يو جي. اتوقع صراحه اللي ما يجي او يو جي ما يحب سماش برو. اللي ما يجي او يو جي ما يحب سماش برو. بجيب معاي بورك بعد من الرياض. اي بسحب عليك على اخر يوم. اي وسوي عشان تهزه اخر يوم امسكه وهزه. صراحة ما راح أحب ألعب معه. ليه يا أخي؟ لأن لو خسرت ما أحس إني ما أزعل، لكن إذا فزت مرة أستانس. صد. شوت أوت البرك. أنا أقول لك من بعد الجيم الثاني سناك تقريباً مسك ال المباريات صار يلعب صح. إيه. وأبو حميد بدأ يصير جريدي شوي، تلاحظ إنه يسوي شوريكنات كثير على الشيلد. إيه صحيح. الادابتيشن من عند سناك احسن بكثير من يمكن هذا الفرق بين انك تلعب. والله بغيت تذبح ميجا مان ثقيل يا اخي اكثر من شكله. انا على كلام سناك يقول انه التاسع انه في الوسط. والله؟ ايه هو فعليا من الهاير ابس يعني. احس لازم ما تخسر الجمب ميجا مان. شوف اقول لك جريدي اوه ما جاء النوك باك حق الباكر. سوى باكير بس الباكير فيها لك ما اعرف مثل ضربتين او ما ادري ريو ايش سوى باكير ولا ايش سواه باكير سوى اظن بس ابتل نايس حلو سواه على طول يعني حتى ما مدى يفكر يسوى اس دي اي. اقول لك ان ما شاء الله مره كونسيستنت بالضربات اللي تحول لشريوكن. ايه شريوكن فيها ثلاث ضربات سوى توصل لها اف تلت جاب لا الجاب والاب تلت والداون تلت صحيح استهبال
يعني في كثير شخصيات في اللعبه ما عندها سيت اب واحد يسوي الكيلينج الكيلينج بو وهي ايش قاعد يصير مار نزل وايد تحت انت راك ساكن انا قاعد اسولف معك وانت ساكن هي لان انا مستغرب ايش قاعد يصير لان هو سوى اوبشن غريب كان تحت الستيج بس سوى هدوكن فيعني بتعرف نزل نفسه شويه وكان بعيد فيعني كان حيخسر الجمب حقه فاذا سوى له باك اير واحده خلاص ممكن بس انفل طيب نايس تاتسوماكي منها ضربه ومنها سوى ريكفري اقول لك ان ايوه شيلد شويه فوتز نايس دونت هولد هوب كان يبي يضربها بالنير ال اوه كانت بتذبح ولا لا بس انا كنت ممكن اذبح نايس داون سماش بالصراحه سواله بيت جميل سلام عليك ارجع من فوق نايس يا اخي ما شاء الله الجاردنج رائع لا 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 صراحه يستاهل صفقه حلوه الابي سواها ما اعرف اذا هو سواها بيفي او انه ما كان مباراتك يلا بسم الله اللي كنت اقوله قبل شوي ان ريو عنده مو بس سيت اب واحد يذبح يمكن ثلاث سيت ابات تذبح في شخصيات اللعبه ما عنده ولا سيت اب واحد يذبح فهمت